واكتملت جميع الأسماء في البوابات المخصصة. ما يبدو إذن سيداتي أنساتي وسادتي تتابعون خامس انطلاقات هذه الأمسية على مسافة الميل وربع الميل، سباق توازن من تصنيف 50 إلى 0 لعمر 3 سنوات فأكثر للخيول المنتجة محليا. الصدارة تأتينا مبكرا متابعين الكرام، هنا مع رقم 2 ذرب ملك عبد الله سامي الناس، إشراف فوزي ناس البرتو سنة في القيادة. الوصافة تأتينا في هذه اللحظات مع هوراشيو ملك العاديات ريسينج، آلين سميث في الإشراف، ماثيو بيلتيان في القيادة. ثالثا متابعين الكرام هنا رقم 3 توباز ملك سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة حيدر إبراهيم في الإشراف وقيادة عبد الله فيصل. رابعا متابعين الكرام رقم 4 أصلان للملاح سنديكيت وإشراف عبد الجليل الملاح حسين أصغر في القيادة. خامسا متابعين الكرام الانضمام لكيب هورن على ما يبدو، نعم كيب هورن يتواجد في خامس المراكز. وآخر الأسماء ملك آي أند أم ريسينج، علي جان في الإشراف، إبراهيم نادر في القيادة. ها هي المراكز المتقدمة حتى هذه اللحظات متابعين الكرام مشاهدين الأعزاء. هنا الصدارة لا زالت مع ذرب، هنا شعار عبد الله سامي ناس هو المتصدر. البرتو سانا يسير بأريحية تامة حتى هذه اللحظات، والتقدم يأتينا من ذرب إلى ثاني المراكز، والتقدم كذلك أصلان بدأ يتقدم من الجهة الخارجية عفوا. هنا الاندفاعات، هنا المنعطف الأخير باتجاه الخط المستقيم. هنا متابعين الكرام ذرب كذلك بدأ يتقدم، ولكن الصدارة لا زالت لذرب. ذرب هو الخطير هذا الأخضر، والخطورة قادمة من قبل من؟ من قبل توباز. هذا الشعار البحري توباز، توباز شعار سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة حيدر إبراهيم عبد الله فيصل، ولكن وذرب لا زال، ذرب لا زال، ذرب يسير، ذرب يطير، وكذلك الاندفاعات من الجهة الخارجية من قبل كيب هورن، كيب هورن، ولكن متابعينا ها هو ذرب، ذرب يسير، كيب هورن، كيب هورن، ذرب وكيب هورن، ثنائية جميلة قتالية غير عادية. هذا كيب هورن، هذا كيب هورن، أو هذا توباز، هذا توباز، هذا توباز متابعينا الكرام. من خلالها توبازي يحقق الصدارة في حين جاء درب ثانيا في المركز الثاني بقيادة الفارس البرتو سانا. في المركز الثالث كاب هورن جاء ثالثا بقيادة إبراهيم نادر، وهوراشيو جاء رابعا بقيادة ماثيو بيلتون. إذن هذه هي المراكز الأربعة الأولى في الشوط الخامس.